اهلا بحضراتكم مره تانية. احنا في مقدمه صباح هذا الصباح النهارده كنا بنتكلم على بوادر ايجابيه بعوده السياحه مره تانية، والاقصر بتستقبل دلوقتي الاف السياح مش بس من مصر لانه موسم اجازه نص السنه، لكن ايضا من دول عديده، بريطانيا وامريكا والمانيا وروسيا. دي كلها مؤشرات ايجابيه طبعا جدا، لكن احنا نفسنا انها تبقى مستمرة طول السنة وفي تصاعد وتزايد مستمر. ده هيحصل ازاي؟ هيحصل بخطة وبلان وطريقة نفكر فيها بأسلوب لدعم السياحة يخاطب الآخر أو يخاطب السائح الأوروبي أو الأمريكي أو الأسيوي أو أيا كان، بمعنى ان احنا نشوفه هو عايز ايه يجذبه علشان يجي مصر ونعمله له. هو ده بالضبط قلب المبادرة اللي بيطرحها مجموعة من الشباب وبيطرحها خبراء في السياحة، ومعانا النهاردة واحد من العاملين في مجال السياحة والخبراء السياحيين الأستاذ زياد السيسي مؤسس المبادرة والخبير السياحي. أهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك فهمي. أهلا بسيادتك. هنتكلم بالتفصيل على المبادرة وفي الأفكار اللي ممكن تكون خارج الصندوق، لكن نشوف أولا تقرير وبعده نبدأ الحوار مباشرة. تفضلي. روح التحدي والإصرار على عودة مصر لتكون من جديد قبلة السياحة العالمية أصبحت سمة رئيسية ليس فقط مقتصرة على الجهات الحكومية وإنما على جميع المصريين وأصحاب المبادرات. مبادرات يقوم بها العديد من الشباب والمتخصصين في هذا المجال لتنشيط هذا القطاع الحيوي وعودته إلى سابق عهده، ليس فقط من المصريين في الداخل لكن المصريين بالخارج كانوا من ضمن المنتفضين لدعم السياحة المصرية. وكان اتحاد المصريين بأوروبا أكد دعمه الكامل لأي مبادرة أو فعالية من شأنهم المساعدة في انتعاش قطاع السياحة، مؤكدين أن تلك المرحلة تتطلب تكاتف أبناء مصر جميعا بالداخل والخارج دعما لمصر بصفة عامة ولسياحة البلاد بصفة خاصة. أما الحكومة المصرية فتقوم من جانبها بجهود حثيثة لتنشيط قطاع السياحة الذي يوفر العملة الصعبة للبلاد ويولد فرص عمل ضخمة مما يصب في باقي القطاعات بالاقتصاد المصري. ودائما ما تشدد وزارة السياحة على ضرورة الوقوف بجانب القطاع السياحي الخاص وإعادة صياغة الرسالة الموجهة للخارج لعودة السياحة إلى سابق عهدها. وفي نفس السياق وافق هشام زعزوع وزير السياحة على مد فعاليات مبادرة مصر في قلوبنا ابتداء من إجازة نصف العام الدراسي ودمج مدن سياحية أخرى للمبادرة تشمل دهب وطابة ونويبع. المبادرة تهدف إلى زيادة حجم الإنفاق السياحي المحلي بما يساهم في انتعاش حركة السياحة الوافدة لهذه المدن السياحية ورفع كفاءة الخدمات السياحية المصاحبة من مطاعم وأماكن ترفيهية ومزارات، بالإضافة إلى الحفاظ على العمالة. طيب، ومعانا مرة أخرى بنجدد الترحيب بي أستاذ زياد السيسي مؤسس المبادرة والخبير السياحي. لسه كنا بنتكلم على أفكار مختلفة ومبادرات خارج الصندوق لدعم السياحة. نعم. والمخاطبة السائح الأوروبي أو الأمريكي. نعم. ودي حاجة يعني قتلت بحثا. نعم. وكان نفسنا من زمان تحصل. إيه بقى الأفكار اللي أنتوا بتتقدموا بيها؟ حضرتك في بداية اللقاء أنا بشكر سيادتك وبشكر إدارة البرنامج العظيم اللي أتاح الفرصة إني أتكلم في هذه المبادرة. طبعا هي مبادرة تحت شعار ادعم سياحة بلدك. طبعا سيادتك مع احترامي لكل المبادرات اللي احنا عملناها داخل مصر، سواء كانت على طريق عن طريق حفل غنائي او عن طريق مسابقات عملناها او حاجه زي كده، طبعا سيادتك مش دي الحاجات اللي هتخلينا ان احنا نرجع سياحه بلدنا. طبعا سيادتك المبادرات اللي اتعملت كلها، انا واحد من الناس عملت المبادرات دي، بس مش هي دي فعلا اللي هترجع سياحه بلدنا. طبعا سيادتك انت عارفه ان سياحه مصر، دعم سياحه مصر هو دعم اقتصاد مصر. طبعا مش محتاجين نقول، بس هي فعلا زي ما حضرتك قلت المطربين مع كامل الاحترام ليهم والمجهود اللي بيبذلوه، بس هم ممكن ما يكونوش معروفين بالنسبه للسائح الاوروبي او الروسي او الامريكي. بالظبط. فلما يتقال فلان عامل حفله اكيد الناس مش بتيجي عشان فلان ده عمل حفله. ايه بقى اللي ممكن يخلي سائح يجي؟ بالظبط في يا فندم كذا حاجه من المبادرات. ان احنا عايزين نروح لغايه السائح، لغايه عنده، لغايه بيته. ده اهم طبعا. بالظبط يا فندم. بالظبط. طبعا سيادتك وانا هنا في مصر مع احترامي كل فنان اللي عملنا حفلات مش هقدر اوصل الرساله دي. مش كل الاوروبيين بره بيشوفوا التلفزيون المصري. صحيح. لكن سيادتك انا لما اروح لغايه هناك يا فندم، لغايه دولته سواء كانت فرنسا او روسيا او امريكا او ايطاليا او اي دول اوروبيه احنا سيادتك اللي هي بتجلب السياحه الخارجيه الى مصر،
مروح لغايه عنده سيادتك، يبقى في دعم من الاعلام الاوروبي. اكيد القنوات الاوروبيه هتسجل والصحف الاوروبيه هتسجل هذا اللقاء. فالمبادره حضرتك اللي احنا عاملينها هي مبادره عظيمه جدا، ويا رب يعني امل من ربنا ان هي ربنا يوفقنا فيها ان شاء الله باذن الله. مثلا حضرتك ممكن نعمل لك حفل غنائي على اعلى مستوى. طبعا سيادتك اول تفكير ليا في المبادره ان احنا ناخد معانا قامه وقيمه علميه من الشعب المصري، سواء كان سياسيين او فنانين او حضرتك صحفيين او اعلاميين، هيمثلوا مصر، يطلعوا معانا المبادره دي ان شاء الله باذن الله، ويمثلوا طبعا جمهوريه مصر العربيه. ان احنا سيادتك نعمل هناك حفل غنائي كبير على اعلى مستوى في احدى ميادين اوروبا، في اي دوله هنروحها. سيادتك الافكار اللي انا هقولها دي او المبادره اللي هنتكلم عليها دي في اي دوله هنروحها ان شاء الله هتنفذ باذن الله، اي دوله من دول اوروبا او روسيا او امريكا. طيب او قول لي المبادره كامله عشان عندي اسئله. بالظبط يا فندم، بالظبط. المبادره يا فندم عباره عن ان احنا هنعمل هناك حفل غنائي كبير جدا، هنعرض فيه الفن المصري اللي هو عباره عن الفن التنوره، فرقه الفنون الشعبيه. بالظبط يا فندم هناك، وهيتم اثناء الحفل عرض فيلم احنا عاملينه يا فندم على اعلى مستوى، فيلم فيديو مسجل مترجم باللغه الانجليزيه واللغه الروسيه، عشان تعرف سيادتك عندنا طبعا بنخاطب في عندنا على انجليز. حسب بقى الدوله اللي بالظبط بتتكلم، مظبوط يا فندم، بالظبط بالظبط، كل دوله بلغتها يا فندم. فعاملين الفيلم ده يا فندم على اعلى مستوى، مبين موضح فيه تاريخ مصر وحضاره مصر وتراث مصر وفن مصر وعلم مصر واروع واجمل اماكن موجوده في جمهوريه مصر العربيه. عشان سيادتك في الفتره اللي فاتت كان في بعض الاعلام الاوروبي كان مبين مصر بصوره سيئه جدا، فاحنا لا احنا رايحين لغايه عندهم هنقول لهم هي دي مصر بلدنا العظيمه. طيب انا عندي شويه اسئله. اتفضلي يا فندم. امورين يعني اللي حضرتك بتقوله ده رائع وجميل، بس هو ممكن يكون معروف بالنسبه للسائح الاوروبي بشكل او باخر. بالزبط. يعني هو يعرف انه مصر فيها تلت اثار العالم، بالزبط يعرف جمال الاقصر ويعرف روعه اسوان وعنده صور في الانترنت. مظبوط يا فندم، مظبوط. بس هو بيفكر في ايه لما يجي مصر؟ هو بيفكر في الامن. نعم. بيفكر الصعوبات اللي هيواجهها. بالظبط. النصب اللي ممكن يتعرض له من بعض. مزبوط. الناس اللي بتنصب عليه من كل حته بيروحها. اكيد يا فندم، للاسف السلبيات، المواصلات، السعر اللي ممكن يبقى مغالى فيه احيانا من بعض الفنادق. مظبوط. فانت لازم تطمنه من كل النواحي دي. بالظبط. يعني انت لما تيجي عندنا هتحصل على خدمه كويسه، الوضع امنيا ماهوش بالسوء اللي بيتصدر لك من وسائل الاعلام. بالظبط. في فنادق ممكن تروحها وتقدر تقارن بين مستواها ومستوى الفنادق الثانيه. بالظبط يا فندم، بالظبط. في حاجه مهمه جدا السياح بيبصوا عليها كمان، انا اكتشفت ده من 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 كلامي مع ناس كتير، الكومنتس او التعليقات اللي كل سايح جه مصر سابها على مواقع الاوتيلات او المنتديات السياحيه او الشوارع، دي مهمه جدا بيرجعوا فيها لبعض. فانتوا لو ركزتوا انه السياح اللي سافرت وكان عندها تجارب كويسه تكتب التجارب الكويسه. بالظبط يا فندم، ده بيبقى رائع. بالظبط يا فندم. انتوا مفكرين في ايه في ده؟ سيادتك في افكار عديده، يعني سيادتك بقيت برنامج المبادره، انا عايز اوضحه لسيادتك عشان طبعا برنامج غير تقليدي ودي افكار خارج الصندوق. سيادتك انا فكرتي ان اثناء الحفل اللي احنا هنعمله في الدول الاوروبيه هنعمل سحب اللي مثلا نقول 5 افراد رحله الى مصر، دي هديه هتبقى هديه مننا او هديه هنقول على هديه من مصر او من الشعب المصري للشعب الاوروبي. هنعمل سحب من رحله مجانيه يعني ل5 افراد، هيتم السحب طبعا اثناء الحفل، والاسامي اللي هتفوز طبعا دي سيادتك هتيجي معانا الرحله مجانا لمصر، شامله طبعا يا فندم التيكت تو ويز تذكره طيران ذهاب وعوده، وشامله الاقامه في الفندق كمان فول بورد. طبعا سيادتك اكيد ال5 افراد اللي هيكسبوا دول استحاله فرد فيهم هيجي لوحده. يعني سيادتك لما نعمل سحب استحاله فرد اكيد الفرد ليه اسرته ليه قريبه ليه صديقه هيجيبه مع مصر. دي فكره يا فندم ثانيه بنتكلم فيها ان احنا دي إن ازاي نجلب السياحه المصريه. الفكره يا فندم الثالثه اللي انا قصدي عليها من ضمن حضرتك المبادره ان احنا واخدين معانا تيم ورك، فريق عمل كامل، هنلبسه لبس فرعوني طبعا من الشباب والشابات، هيلبس لبس فرعوني، هنلف ميادين اوروبا كلها، وهنوزع سيادتك على كل الشعب الاوروبي او اي دوله سياني يعني هنروحها نوزع على كل الشعب الاوروبي، هتبقى هديه تذكاريه مننا احنا من مصر، نقول لهم دي هديه من مصر للشعب الاوروبي، هتبقى عباره عن ورق بردي او تمثال فرعوني هنوزعه هديه في كل الميادين. دي طبعا تبقى حاجه فري. اثناء يا فندم المبادره الشباب والشابات اللي لابسين اللبس الفرعوني هيبقوا ماسكين على مصر ومكتوب معاهم يافطه مكتوب عليها ويلكم تو ايجيبت، مرحبا بكم في مصر. وطبعا سيادتك احنا هنلف في كل الميادين وهنوزع الناس الهديه التذكاريه دي من مصر، هنقول لهم احنا مصريين جايين لغايه عندكم وجايين لو انتم زعلانين احنا جايين لصالحكم، ونوزع عليهم سيادتك الهدايا اللي هي البسيطه اللي هي التذكاريه اللي هي الورق البردي. طبعا سيادتك دوت مش هيبقى في اول يوم بس، انا يعني المبادره احنا عاملينها حوالي 5 ايام. في اول يوم هلبس اللبس الفرعوني، ثاني يوم هلبس اللبس الصعيدي، ثالث يوم هلبس اللبس الفلاحي، رابع يوم هلبس اللبس بتاع النوبا، خامس يوم لبس السمسميه. في كل يوم هيبقى نفس الفكره، اعلام مصر واليافطه مكتوب عليها ويلكم تو ايجيبت، وهنوزع عليهم هدايا التذكاريه. ده فندم هيطبق معانا في كل ميادين اوروبا اللي احنا هنروحها. سيادتك الفكره سيادتك الرابعه ان احنا ان شاء الله هنعمل سيادتك حاجه جميله جدا جدا، ان احنا هنعلن بس طبعا دي سيادتك بالتعاون مع احدى الشركات السياحه الاوروبيه اللي موجوده في الخارج، ان احنا سيادتك هنعمل اعلان في احدى الصحف العالميه اللي موجوده في اوروبا،
وإحدى القنوات الفضائية اللي موجودة في أوروبا. هنعلم فيها إيه؟ قيام رحلة إلى مصر برفقة فنان عالمي، وسوف يتم حضور الحفل مجانا. بستك بالبلد كده، أنا ستك لو هنا مثلا من مصر، هنقول إيه، إحنا عاملين رحلة يا جماعة لدولة أوروبية، إحنا كمصريين ومعنا فنان سيال. مين الفنان ده؟ فنان عالمي كبير، اسمه كبير، وهتحضر حفل الفنان دوت مجاني. طب هتستك دي ممكن تبقى أفكار مشجعة، يعني بالزبط. كل اللي حضرتك قلته معلش ما تأخذنيش كلها في الصندوق، بالظبط يا فندم، مش حاجة خارج الصندوق، يعني فكرة إن ولادي يلبسوا فرعوني وبناتي يلبسوا صعيدي ويعملوا أغاني وكده، يعني ده شفناه. بس فكرة إن فنان عالمي يروح يحيي حفلة في مكان مهم في مصر، سواء الهرم او في الاقصر او في اسوان، ومعاه وفد، ويرجع الفنان ده يتكلم عن تجربته في وسائل اعلام، هو دي بقى اللغه اللي هم بيفهموها. بالظبط ده اللي انا قصدي عليه فعلا، هو ده اللي هم بيسمعوه. بالظبط يا فندم، ده اللي انا قصدي عليه ستك، ان فعلا ان فنان عالمي هيجي يا فندم معانا الوفد. ما دي ستك، انا قصدي عشان بقول ستك لازم عن طريق التعاون مع احدى الشركات الاوروبيه اللي موجوده في اي دوله في اوروبا ستك هنروحها، هيتم مع التنسيق. طبعا اي شركه سياحه هترحب بكده، مكسب للشركه اكيد، ومكسب طبعا للشركه السياحيه الاخرى اللي موجوده في مصر. فهيرحب جدا بالفكره دي، وهنعمل هنكسر شويه ونعمل اعلان يا فندم موجود في احدى الصحف، كبرى الصحف اللي موجوده في الدول الاوروبيه، وكبرى القنوات الفضائيه اللي موجوده ايضا في الدول الاوروبيه. هنعمل ستك اعلان ان يتم الاعلان عن رحله الى مصر برفقه هذا المطرب العالمي، وسيتم حفل غنائي كبير نقول مثلا في صرح الاهرامات مجاني في لحضور هذا الحفل. فستك الفكره دي اكيد انا واثق يا فندم ان السياحه هتجذبهم ان هم يروحوا، يقول لك يعني زي ما بقول ضربنا عصفورين بحجر، هيشوف مصر بلدنا الجميله، وفي نفس الوقت هيحضر الحفل مجاني بتاع. طيب لما يجي بقى، يعني لما يجي السائح، احنا كده رحنا وعملنا التسويق المطلوب وخدنا شويه سياح وقالوا ان احنا هناخد التجربه، بالزبط. انت مامن مجيئهم ده، مأمن فترتهم، فترة وجودهم في مصر كويس مع الجهات المعنية، وزارة السياحة، وزارة الآثار، المسؤولين عن حماية الأماكن السياحية، حماية السياح من أي يعني مضايقات ممكن يتعرضوا لها. منطقة الهرم رهيبة طبعا يا فندم، طبعا رهيبة طبعًا. ويعني في تقارير كل يوم بتتكتب وتعليقات من سياح عن تجاربهم في منطقة الهرم سيئة جدا، من النصابين والناس اللي بتتلم حواليهم وبيبيعوا لهم الحاجة بأضعاف ثمنها، ومحاولة السيطرة عليهم من كل من كذا طرف يعني، وفي ناس كتير بتدخل كمان مش عاملة في مجال السياحة، يبقى عايز يبقى مرشد ويدي معلومات غلط و انتوا ضامنين يعني ازاي هتقدروا تتحكموا في ده لما تجيبوا بقى السياح عشان يرجعوا يقولوا خبرة إيجابية؟ بالظبط يا فندم، ستك الكلام ستك بتقول عليه ده فعلا، الكلام ده مظبوط فعلا للأسف. بس دلوقتي فعلا وزاره السياحه مع التنسيق مع وزاره الاثار بالتنسيق مع وزاره الداخليه فعلا بيعملوا اقصى جهدهم يا فندم لتامين السياح. طبعا سيادتك في المبادره دي طبعا سيتم التنسيق مع كل الجهات المعنيه بهذا الموضوع، واحنا طبعا سيادتك عندنا امل كبير جدا جدا ان هم هيتعاونوا معانا اكيد، سواء اذا كان وزاره السياحه او وزاره الداخليه او وزاره الاثار. سيادتك اللي انا طالبه بقى سيادتك فعلا ان احنا ازاي يا فندم المبادره دي تنجح. طبعا ستك برضو من ضمن معلش في فكره اخيره ما قلتهاش في المبادره، ان احنا برضو ستك ممكن نعمل فكره برضو ثالثه، دي ما اتعملتش ودي غير تقليديه دي خارج الصندوق، ان برضو ستك مع تنسيق مع احدى شركات السياحه الاوروبيه الموجوده في الخارج، ان احنا نعلن عن مسابقه هنعلن فيها ان اول من سيتقدم في هذه المسابقه فردين، طبعا دي هتبقى العروسين، يبقى حفل زفاف لهم مجانا يا فندم في شرم الشيخ. دي في سيادتك برضه من المبادره اللي احنا كاتبينها يا فندم. طبعا سيادتك اما احنا نعمل هديه لاحدى العروسين الاوروبيين ان هم ييجوا نعمل فرحهم في شرم الشيخ، اكيد سيادتك دول مش هيجوا لوحدهم، اكيد العريس والعروسه لهم اهل، دول لهم اهل ولهم سيادتك اصدقاء ودول لهم اصدقاء، فاكيد هيجيبوا عدد كبير. مكسبنا كله يا فندم احنا كجلب السياحه الى مصر في العدد الكبير، او نقول بالبلدي المعازيم اللي هتيجي تحضر مع العروسين دول. فدي سيادتك فكره هتتم برضه عن طريق احدى الصحف والقنوات الفضائيه الموجوده في الدول الاوروبيه. سيادتك عشان ننفذ يا فندم كل المبادره دي بقى بالكامل، ايه اللي نعمله؟ مطلوب يا فندم حاجتين مهمين جدا جدا جدا. اول حاجه الطيران يا فندم. العواقب اللي بتقابلنا فعلا في اي برنامج او اي باكج عايزين نعمله وخلاص جمعنا ناس والناس دي فعلا هتيجي عشان تيجي مصر، بيقابلنا مشكلتين، الطيران وثم الفنادق. سيادتك الطيران احنا نفسنا يا فندم ان يعني وزاره الطيران فعلا توفر لنا الطيران المتاح لهذه الوفود اللي جاي القادمه من الخارج، ما اجيش انا اتعب والف العالم واصرف واعمل سيادتك مبادره ناجحه زي كده واجي اقف لا عشان الطيران ده ما فيش طيران، او الطيران للاسف مش متوفر. فدي نقطه سيادتك حتى في الخارج بيتكلموا عن النقطه دي، الطيران يا فندم نقطه مهمه جدا، مع احترامي طبعا يا فندم لوزاره الطيران
طبعا هم ناس محترمين جدا 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 متعاونين معنا جدا. عايزين تخفيض مثلا في اسعار الطيران. بالظبط يا فندم. وتوفير اماكن يا فندم. ده اللي انا قصدي بالظبط عليه يا فندم. النقطه الثانيه يا فندم برضه في الفنادق، يعني السيادتك بتعمل دلوقتي مبادره جميله جدا من وزاره الشباب والرياضه اللي هي يا فندم دعم السياحه في شرم الشيخ. طيب احنا معانا دلوقتي على التليفون استاذ سامح سعد، الخبير السياحي ومنسق مبادره ملتقى السياحه العربيه في الرياض. صباح الخير استاذ سامح. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وتحياتي للضيف الكريم. اهلا بيك. انتوا مقدمين مبادره ايضا لدعم السياحه، ايه يعني الافكار اللي بتقدموها في هذه المبادره؟ الحقيقه احنا عملنا مبادره الكلام ده كان الاسبوع اللي فات تقريبا. يعني انا بس ابتدي اقول ان الساحل العربي هو عارف مصر وعارف كل حاجه، ولكن طبعا في خوف نفسي، في حاجز نفسي ان هم ييجوا مصر لسبب من الاسباب. فالحقيقه احنا اخذنا حاجز نفسي امني، يعني قلقانين من الناحيه الامنيه ولا قلقانين من ايه؟ والله هو طبعا اساسا الان من الناحيه الامنيه، مثلا حضرتك برضو ان هو بيتفرج على الفضائيات بتاعتنا، وبالتالي اي حاجه بسيطه جدا ممكن هناك يتصور انه موضوع ضخم هناك. فاحنا لقينا ان افضل حاجه ان هتطلع مجموعه، يعني انا بتكلم على اللي اتعمل اوريدي وبعدين بنخطط لحاجات ثانيه. يطلع مجموعه من الفنادق من شركات السياحه ومن الساده المسؤولين، وبالتالي يحصل ملتقى، يحصل معرض زي ما بنسميه معرض، ان وبندعو فيه للجمهور السعودي والصحافه والاعلام والتلفزيون، وبالتالي بنقدر نعرض اماكن جديده عليهم. هم تعودوا طول عمرهم على القاهره وشرم الشيخ حاليا. اللي احنا عملناه احنا خدنا معانا فنادق من الغردقه والمناطق السياحيه سهل حشيش، الجونه، وسوما باي، وخدنا من الاقصر واسوان مراكب نيليه وذهبيه، وحصل تلاقي ان الجمهور جه وابتدى يسال عندكم ايه. طبعا فنادق معاها عروض كويسه مع التغطية الإعلامية اللي حصل، إن إحنا كتب يعني أنا معايا 74 تغطية صحفية من السعودية لهذا الملتقى وأربع قنوات تلفزيونية. فطبعا ده عمل يعني عايزين نقول إيه زخم معين لمصر، عمل بيغير منطقة جديدة، بينزل حاجة جديدة بالنسبة للسعودية على الأقل في مدينة الرياض. أيوه بس هم يعني معنيين بالنوع ده من السياحة يا فندم؟ يعني السائح العربي لما بينزل مصر بيفكر يروح اماكن اثار ويشوف الاقصر واسوان، ولا ده ما بيبقاش في خريطته؟ يعني اعتقد انه احنا مش متعودين قوي على السياح العرب في الاماكن الاثريه. احكي لي حضرتك العيب عندنا. العيب عندنا ليه؟ لان هو بيسافر اوروبا، بيسافر ماليزيا، بيسافر الدنيا كلها. احنا ما قدمنالوش غير الغردقه شرم الشيخ والقاهره، وبعدين احنا اعتقدنا ان هو مش عاوز يروح حته ثانيه. الحقيقه ده مش مظبوط، لان احنا لما ابتدينا ليه يا فندم يعني ايه نقدمه له؟ ما هو اكيد عارف يعني هي مصر مش محتاجه دعايه في موضوع الاقصر واسوان وفي الهرم، يعني اكيد هو مش محتاج ان حد يجي يقول له ان مصر فيها هرم وفيها اثار في الاقصر واسوان. هو صحيح. بيختار انه ما يروحش الاماكن دي ويروح حتت ثانيه. اسمحي لي حضرتك، هو الساحل العربي الجميل اللي هو 20 30 40 50 سنه ده بيسافر اوروبا وتعلم في اوروبا، فبالتالي هو باستمرار عايز يشوف حاجه جديده. ليه انا لما اقول له الاقصر تروح معبد الاقصر، ليه ما اقولوش ان في معبد بقاله كذا الف سنه وضخم وبتاع وعجوبه من اعجاب التاريخ؟ يعني انا الطريقه اللي انا البريزنتد، الطريقه اللي انا بقدم له بيها المنتج بتاعي اللي هي بتستثيره ان هو يروح يشوفه. لكن احنا تعودنا تقليديا، لان الخواجه تعودنا مع الخواجات الاجانب عموما ان هو عارف كل حاجه، فما بحتاجش احكي له كتير. لكن انا لما باجي اقول له مثلا الغردقه فيها فنادق، فيها ملاعب، ملاهي مائيه، ووتر بارك، والاطفال ممكن تنبسط، طبيعي جدا هو عاوز الاسره تنبسط. فالفكره كلها كانت بتقول ايه؟ انا بقدم له الديستنيشن ازاي؟ الطريقه اللي انا بعرض عليها المنتج بتاعي، بعرض له المنتج بتاعي، وبالتالي بقول له تعالى لان في حاجه جديده انت ما شفتهاش قبل كده. خصوصا ان انا برضو بقول له المزايا الحديه، الغردقه جده 45 دقيقه. يعني حتى يعني اشاره مرور احنا بنقطعها. ففي الاخر كانت الفكره كلها بتقول ان انا بعرض منتجات موجوده عندي سياحيه بطريقه مختلفه تستثيره،
وهتشد انتباهك. وحضرتك لقيت نتيجه لده؟ يعني في ناس حجزت؟ احنا لقينا مردود هايل. احنا مطلعين يعني في ناس في ناس حجزت بالفعل بعد الحمله اللي انتوا عملتوها دي وجايه مصر. النتاج ان في 4 طيارات شارتر هتطلع من الرياض وجده على شرم الشيخ، في طيارتين هيطلعوا من الغردقه من الرياض وجده برضو على الغردقه. في ناس حجزت مراكب، كان معانا أمرة يعني حضر أمرة والناس على مستوى معين من السعودية حجزوا مراكب نيلية رحلات معينة، لأن احنا كنا عاملينه قبل أجازة المدارس بتاعتهم اللي في شهر مارس. يعني كان توقيت. فطبعا أنا شايف بصراحة إن هذا النوع من المبادرات، طبعا دول كلهم محترفين، كلهم فنادق على أعلى مستوى، كان معايا مسؤولين يعني على أعلى مستوى برضو والصحافة، وكان معانا صحافة. انا شايف ان دي الطريقه المثلى ان انا ارجع السياحه واحده واحده، لان زي ما حضرتك تفضلت حالا الاوروبي عارف مصر كويس قوي، ولكن الصوره الذهنيه عنده مش مظبوطه. فلما يقعد هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، انك تشوف اللي قدامك عايز يطمن من ايه وتديهوله. يعني ما تبتديش الحدوته من الاول، ان هو عارف ان احنا عندنا هرم وعندنا الاقصر وعندنا اسوان، يعني مش هنبتدي الحكايه من الاول ونحكي في المحكي بقالنا سنين. انا بس عايزه دلوقتي قلقان من ايه واطمنه من ناحيته. صحيح. شكرا ليك يا فندم. شكرا استاذ سامح سعد، الخبير السياحي ومنسق مبادره ملتقى السياحه العربيه. حضرتك انا بس حضرتك مداخله بسيطه. طبعا مع احترامي كلام اللي قاله الاستاذ سامح الضيف العزيز، حضرتك بخصوص موضوع السياحة العربية، هي فعلا بالفعل يا فندم احنا كان في مؤتمر وتم فعلا بالفعل بنجاح. انا اروح حضرتك رحت حضرته مع نيافة الحبر الجليل الان بابولا، ده سيادتك كان في الكويت. وسيادتك المؤتمر ده سيادتك يعني لقى نجاح كبير جدا جدا جدا. دي كانت فكرة بصراحة، مش فكرتي، هي فكرة نيافة الان بابولا، انه بيفكر يا فندم ان الاخوة المسيحيين اللي في الخارج، في نسبة كبيرة جدا من الاخوة المسيحيين موجودين في الخارج المصريين طبعا. فدي كانت فكرته بصراحة، ان هو ازاي يا فندم ان هو يخليهم يجوا مصر. لدرجه ان نيافه الامن بقول تفضل مشكورا، دي سيادتك عمرها ما حصلت، قال لهم انا بنفسي هبقى معاكم في الرحلات دي. فطبعا لقينا ترحيب جامد. رحلات جامد لفين بقى؟ لفندم لمصر. ايوه فين في مصر؟ لفندم لكل مكان في مصر. اصل بص يا فندم، مش عيب انه يبقى كل بلد بتتوجه لها ليها تفكير معين في السياحة. بالظبط. يعني انا مثلا البلد دي الناس بتحب تيجي. بالظبط يا فندم. سياحة الغطس مثلا، دايفنج. بالظبط يا فندم. في ناس بتحب السياحة الاثرية، الاماكن الاثرية. بالظبط. مش عيب زي فندم الصيني. بالظبط يا فندم. زي الصينيين فندم بيحبوا السيتيك الاقصر واسوان. مين ازاي؟ يعني انا لو رحت قلت لحد مظبوط يا فندم يروح الشط، انت هتلف في معابد وهو مش مهتم خالص بموضوع. بالظبط. هو عايز يروح يريح، يعني هو مش عايز يلف ويتعب نفسه. بالظبط. بالظبط يا فندم. لو قعدت تقول له من هنا لبكره ان انت هتروح عابد عمرك ما هتشوف زيها في الدنيا، مش هيجي. مش هيجي. بالظبط. مش هيجي. هو عايز اول حاجه الامن والامان. بالظبط. لا، وعايز يرتاح. بالظبط. يعني طلعان عينه طول السنه شغل. بالزبط. وعايز يجي يقعد على شط حلو وياخد سيرفيس او خدمه. بالزبط. مريحه. بالظبط يا فندم. انت بس فكره تكلم مين تقول له ايه. بالظبط. انت لو عرفته دي هتحل مشاكل كتير دي. اكيد يا فندم ان شاء الله باذن الله حضرتك هتلاقي في الوضع بتاعتنا. بالظبط يا فندم. بس سيادتك عايز اكمل الجزء البسيط بتاع سيادتك نيافه الامن بابولا، عشان فعلا هو جزء ناجح جدا. ده مبادره اخرى غير المبادره اللي احنا حضرتك بنعملها. يعني نيافه الامن بابولا، انا سيادتك انا كنت معايا في الكويت وعملنا المبادره دي ونجحت جدا يا فندم. وسيادتك هو طبعا كمل مشوار فينا على دبي وعلى استراليا. انا سيادتك كنت المفروض اكون معايا بس ضيق عمل وقت يعني. هو حاليا نيافه الامن بابولا موجود في استراليا برضه سيادتك لدعم السياحه الخارجيه في مصر. دي حقيقه يعني يا فندم. فاحنا طبعا يا ريت الناس كلها تفكر بنفس التفكير دوت، وان شاء الله سيادتك هينجح جدا. سيادتك المبادره دي يا فندم، سيادتك زي ما قلت عشان تنجح يا فندم دي عايزه توجه كبير جدا جدا جدا. ايه سيادتك التوجه؟ يعني سيادتك المبادره هنطلع معانا زي ما قلت سيادتك قامه وقيمه كبيره جدا، علميه ووطنيه واجتماعيه، من فنانين وسياسيين ويمكن معايا فندم السياسيين الدكتور عبد الله المغازي طالع معانا، شخصيه محترمه جدا ويمكن راجل مرشح جدا المبادره دي. سيادتك اللي عايز اقوله ايه؟ ان المبادره دي عشان تنجح يا فندم لازم دعم، لازم كلنا يا فندم نتكاتف. دعم يا فندم من رجال الاعمال. انا دي رساله بوجهها لرجال الاعمال الوطنيين اللي فعلا بيحبوا مصر فعلا بجد، وعايزين مصر يا فندم تنهض واقتصاد مصر ينهض للامام. وتكون مصر اعظم دوله في العالم، ان هم يدعمونا في هذه المبادره. انا بشكرك وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق، وباذن الله السياحه ترجع تاني. بس عشان حضرتك هي بس الفكره في انك تعرف تخاطب مين بايه. بالظبط. وان شاء الله يا فندم اقول لسيادتك السياحه ترجع تاني ان شاء الله، رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين السياحه رجع تاني ان شاء الله باذن الله يا فندم. ان شاء الله. وتحيا مصر. استاذ زياد السيسي مؤسس المبادره والخبير السياحي، شكرا لوجودك. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. عايز استاذك لسه مستمرين معاكم في هذا الصباح، ونروح للزميل احمد فؤاد في اخبار الاقتصاد.